ثواني ونبدا رميه القفز او الجامبول والتعليمات الاخيره، واللعيبه بيسلموا على بعض، وهنوفيكم ايضا ببعض الاحصائيات وبعض النتائج للفريقين اثناء التوقفات باذن الله. كاس السوبر والبدايه والجامبول الاول والاخير وبعد كده هيبقى حيازه تبادليه ما بين رنيم جداوي من الاهلي وهاجر عامر وزملاء سابقين، والحيازه اهلاويه. ايتالي لوكاس تبدا الهجمه للنادي الاهلي. ايتالي لوكاس مان تو مان نادي سبورتن، سكرين من جنرال الفي، بينتريشن، طلع الكيك اوت لنادين سلعاوه. رنيم جداوي تحت الباسكت، هاجر عامر وقع ورنيم، واول تراي على الباسكت ما بتجيش، تحاول تاني على السكند شوت نادين، وبتحاول تروح على الباسكت لكن تلمس اللاين وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتن. واصابه لي في الثواني الاولى، يمكن في اول 10 ثواني، سلامات لهاجر عامر لعيبه نادي سبورتن وقائدته وكابتن منتخب مصر. هاجر عامر واصابه، واضح كده انها سبرين انكل او التواء في الكاحل. سلامات لهاجر، سلامات لهاجر عامر. لعيبه الاهلي ولعيبه سبورتن بيطمنوا عليها، واضح كده بنزول الطبيب دكتور تيسير، واضح ان في شيء. سلامات لهاجر، الف سلامه لهاجر وكل لاعباتنا. طبعا هيضطر ان هو يغيرها كوتش حورس، طبعا قوه كبيره في نادي سبورتن، تربك الحسابات. تم تغييرها بالفعل ونزلت نادين ياسر لاعبه رقم 13 من نادي سبورتن. اوتسايد للنادي سبورتن، اوتسايد سكندري. الاهلي بيضغط من اول ملعب مان تو مان. حبيبه حاتم، واول اولى الاخطاء الشخصيه على حبيبه حاتم لاعبه النادي الاهلي، اولى الاخطاء الشخصيه. اوتسايد تاني، استلمت ريم موسى من سبورتنج، القادمه من نادي الجزيره ومن قبلها سموحه وقبلهم الاهلي. تاخد السكرين تقف وتسلم لها لمصطفى ومنار ايهاب والبنتريشن، لكن وقفها لها نادين سلعاوه. تسلم على طول لهلا مصطفى اللي بتخترق من الميدل وبتوصل، لكن اول بلوكات المباراه من رنيم جداوي، اولى البلوكات ومنع الباسكت في اخر 6 ثواني من زمن الهجمه. اوتسايد سكندري لنادي سبورتنج. هلا مصطفى تستلم معاها لوكاس، قطعت لها اسرار ماجد، وعلى الميديم شوت واولى نقاط المباراه وافتتاحيه اللقاء رنيم جداوي. نقطتين لنادي سبورتن عن طريق اسرار ماجد. نادين سلعوه خدت سكرين، عدت، عايزه تعمل بيك اند رول في البيز لاين، تهوش لوكاس والميديم لوكاس، وبتنجح لوكاس في تسجيل نقطتين للنادي الاهلي تعادل بيهم النتيجه الى التعادل 2-2. منار ايهاب ومعاه سلعوه، بتحاول منار بتعدي، جالها الهلب كويس قوي من جنى، تقلب الناحيه الثانيه لهلا مصطفى اللي قررت تخترق والبنتريشن، واولى الاخطاء الشخصيه على جنى الالف اللي بتعترضها بخطا شخصي ورميتين حرتين زي ما قال الكابتن عمرو زاهد. رميتين ليه سبورتنج على التنفيذ. هلا مصطفى تنجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. هلا على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، هلا مصطفى تنجح ايضا في التسجيل، تعدل النتيجة إلى 4-2 لصالح النادي سبورتنج. 8 دقائق 40 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. رنيم جداوي واحدة من الإضافات الجديدة للنادي الأهلي في هذا الموسم. حبيبة حاتم بتلعب واحد على واحد، مش سايباها منار، بتسلم لرنيم جداوي تحت الباسكت، تلف وترتكز وتباصي لكن تتقطع في السكة وتخبط في إصرار ماجد وبتطلع أوتسايد لصالح النادي الأهلي. لكن الفكرة حلوة، الارتكاز كويس، الكت كان روعة من نادين سلعوه. لوكاس هطلع الاوت في اخر 5 ثواني من زمن الهجمه. رنيم جداوي تلف وترتكز وتشوط على الباسكت ما بتجيش، تلم على طول تحاول معاها تاني، لكن نادين ياسر على السكند شوت او الديفنسيف ريباوند، تستلم الكره وتسلم لريم موسى. ريم عدت ريم لهلا مصطفى والثري بوينت اوبن شوت ما بتنجحش في التسجيل، تلم نادين ياسر تاني، وادي اسرار ماجد والثري بوينت تانيه، لكن جانا الالفي في دقيقه تلم وتسلم على طول ودور على لوكاس. رنيم جداوي، رنيم هوشت حلو قوي، اخترقت وصلت نجحت في انها تاخد خطا شخصي ورميتين حرتين من اسرار ماجد، او عفوا من نادين ياسر رقم 9. رميتين حرتين لرنيم جداوي.
اولى الرميات الحره رنيم جداوي على التنفيذ ما بتنجحش في التسجيل. لسه النتيجه زي ما هي 7 دقائق 52 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول، وما زالت النتيجه 4-2 لصالح سبورتنج. وما بتنجحش في الثانيه، تلم نادين ياسر على الديفنسيف ريباوند، طلع لاسرار ماجد على الفاست بريك، اسراره معاه لوكاس مستنيه الناس تعمل كات او تقطع. اسرار ما زالت في الملعب لمنار ايهاب، منار والواحد على واحد واخترقت ووصلت وتراي على الباسكت ما بيجيش على السكند شوت، لم على طول هاله هاله برضه تراي على الباسكت ما بينجحش في التسجيل، تلم جانا الالف وتطلع بالملعب، تبدا الهجمه تستنى لوكاس، لوكاس استلمت الكوره والثري بوينت لوكاس ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول نادين ياسر من سبورتن لريم موسى، منار ايهاب واختراقات منار وقفت لها لوكاس، لكن نجحت منار في انها تاخد خطا شخصي على ايطالي لوكاس لعيبه رقم 6 ورميتين حرتين، رميتين حرتين لمنار ايهاب. 3 أخطاء على النادي الاهلي وخطا شخصي واحد على نادي سبورتنج. 7 دقائق 15 ثانية منار ايهاب ما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. منار على التنفيذ الرميه الحره الثانيه، ما بتنجحش ايضا في التسجيل. صراع على الكره انتهى عند مين؟ حسب اشاره الحكم اوت سايد على نادي سبورتن، وتغيير في صفوف سبورتن، خرجت منار ايهاب ونزلت مونيك راد لاعبه نادي سبورتن. اوت سايد اهلاوي، لوكاس سلمت لحبيبه وسكرينات حبيبه الرنيم جداوي، رنيم بتحاول تلعب واحد على واحد مع هاله مصطفى، تسلم ليه نادين سلعوه بيطالب بفتح الملعب، نادين لسه معاها الكره، نادين بتسلم لحبيبه وبتريشن حبيبه وتوصل بشمالها ما بتنجحش في التسجيل على السكند شوت، على طول رنيم جداوي تنجح في اضافه نقطتين، لكن فص بريك سريع قوي من نادي سبورتن في غفله دفاعيه من النادي الاهلي، على طول يعدل النتيجه لستة 4 لصالح نادي سبورتن. لوكاس ايطالي لوكاس، لسه لوكاس مستنيه السكرين والكات، قطعت حلوه قوي لكن تخطف في السكه وتعمل السيل على على طول مونيك راد تخبط في رجل، ولا هنا في ايه؟ هنا في خطا شخصي على حبيبه حاتم واوت سايد لنادي سبورتن. توتال فاولات على النادي الاهلي 4 أخطاء شخصيه، اما نادي سبورتن خطا شخصي وحيد. اي فاول على النادي الاهلي على طول برميتين حرتين. في تغيير قادم في صفوف النادي الاهلي، فريده وائل بتسخن، وادي ريم موسى تسلم لمونيك راد تحت الباسكت بتلف وترتكز، لكن هنا دفاع قوي من جنى الالفي ونادين سلعاوي على طول بترتكب معاهم خطا المشي بالكره واوت سايد اهلاوي. زي ما قلت لحضراتكم فريده وائل مكان حبيبه حاتم، فريده وائل القادمه من هيليوبلس والموسم الثاني على التوالي مع النادي الاهلي. رنيم جداوي خدت السكرين لسلعاوي والبيك اند رول، قطعت لها سلعاوي حلوه والباس، لكن الفينش ما كانش قد كده، تلم على طول نادي سبورتن، اسرار ماجد تقف اسرار وتهدي على ملعبها، تسلم لنادين ياسر، نادين لريم موسى خدت سكرين عدت بنتريشن باصت لهاله شوطه لهاله ما جابتش، تراي تاني على السكند شوت طلع ليه ريم موسى، ريم والباص حلو قوي من ريم موسى لنادين ياسر ينجح على طول في تسجيل نقطتين. ما زال النادي الاهلي يبحث عن نقاط قوته في دفاعاته، نقطتين لنادي سبورتنج وتغيير للنادي الاهلي، خرجت جانا الالفي المصعده من تحت 18 سنه ونزلت مكانها نور علي طلعت، ونقطتين وخطا شخصي على فريده وائل، والاند وان لنادين ياسر اللاعبه رقم 13 من نادي سبورتنج. نجحت في التسجيل نادين، تعدل النتيجة إلى 9 سبورتنج 4 الأهلي، 5 دقائق 40 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول. وادي لوكاس على طول بترد بنقطتين، مونيك ريد لسه مونيك معاه الكرة تسلم لهالة مصطفى اللي لقت الطريق فاضي، سلمت تحت الباسكت لكن على طول بالمرصاد نور علي طلعت تعمل السيل وتسلم لإيطالي لوكاس، لوكاس لسه الكرة مع لوكاس، لسه الكرة مع لوكاس،
عايز اتباصي، لكن في هنا ايه؟ في هنا خطا ولا فاول؟ خطا شخصي على مونيك ريد. مونيك ريد اولى الاخطاء الشخصيه وتاني الاخطاء الشخصيه على فريق سبورتنج. اوتسايد اهلاوي 14 ثانيه زمن الهجمه. رنيم جداوي طلعت لنادين سلعوه قبل الخمس ثواني. نادين بيلعب الانسايد رنيم جداوي وبيز لاين حلوه قوي ونقطتين لرنيم جداوي على طول يطلع نادي سبورتنج. هنا بقى محتاج الاهلي يرجع بسرعه، سرعات لازم اسرع من كده في الرجوع. مونيك ريد لسه معاه الكوره بتسيطر عليها، تسلم ليه؟ ريم موسى. ريم بتاخد السكرينات اخر سبع ثواني في زمن الهجمه. هلا مصطفى والثري بوينت هلا ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول بتلم، سلم للوكاس لرنيم تاني. رنيم جداوي لا سلعوه وتراي على الثري بوينت سلعوه لكن ما بتنجحش في التسجيل. تقع كره من مونيك ريد لكن تسيطر عليها هلا مصطفى، سلم على طول ليه؟ ريم موسى وبتجري على الفاست بريك، طلع كيك اوت لاسران ماجد من البيز لاين بنتريشن لمونيك ريد على 3 بونت لكن وقفت لها. رنيم جداوي بالمرصاد والفيد اواي لكن قصيره، لمت على طول لوكاس، تجري لوكاس بالفاست بريك وتبدا الهجمه. لوكاس لفريده وائل مستني اللي قطع لكن هلا مصطفى تقطع في السكه وعملت الستيل، تسلم لاسران ماجد، لازم هنا نرجع بسرعه. قطعت نادين ياسر لازم تحت الباسكت لكن بقى ستيل حلو قوي من نور علي طلعت تسلم على طول رنيم جداوي اللي بتنجح في تسجيل نقطتين من فاست بريك عشان سجل اول تقدم للنادي الاهلي 10 9 3 دقائق 45 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. دفاع قوي من النادي الاهلي. وادي مونيك ريد سلمت لهلا مصطفى، اسرار ماجد على الثري بوينت ما بتنجحش في التسجيل، لمت على طول لوكاس. لوكاس لسه الكره مع لوكاس. ايطالي لوكاس ايطالي سلمت لنور علي طلعت تحت الباسكت، طلعت ليه؟ رنيم جداوي تاني. رنيم عايز البنتريشن دخلت وصلت لنادين سلعوه بنتريشن من الميدل وصلت نادين، نجحت نادين في تسجيل نقطتين كمان توسع الفارق الى 3 نقاط 12 9 لصالح النادي الاهلي. 3 دقائق 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الاول. وادي ريم موسى وبلوك لكن كابتن نانسي شافت ان في اعتراض على نور علي طلعت وحسبت عليها خطا شخصي، خطا شخصي برميتين حرتين لريم موسى. هاجر عامر في تبديل مكان نادين ياسر رجعت بالسلامه، سلامات طبعا ليها ولكل لاعباتنا. وادي ريم موسى على التنفيذ الرمية الحره الاولى، نجحت في تسجيل الرمية الحره الاولى، ست رميات للنادي سبورتنج نجح في تسجيل اربعه، اما الاهلي رميتين لم ينجح في تسجيل ايا منهم. وادي الرميه الحره الثانيه تنجح ايضا في التسجيل ريم موسى. لوكاس ايطالي لوكاس لرنيم جداوي، رنيم هي اللي بتبدا الهجمه، سلم لفريده وائل وتاخد السكرين. فريده لنور علي طلعت. وادي نادين سلعوه واختراقات نادين لفريده وائل، اوبن شوت على 3 بوينت وتنجح في تسجيل 3 نقاط الثالثه ثابته يا فريده، نجحت بعد 3 محاولات في تسجيل اولى 3 بوينت للنادي الاهلي. هاجر عامر الكيك اوت لاسرار ليه؟ هلا مصطفى باص تحت الباسكت خبطت في ايد نور علي طلعت، لو كانت ثابتها كانت هي اطول من لازم طلعت اوت لكن خبطت في ايديها وطلعت اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. اوتسايد سكندري 15 11 دقيقتين 32 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الاول، 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. هاجر عامر كابيتانو نادي سبورتن اللي شاط 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل، لوكاس على طول يتلم وتبدا الهجمه. لوكاس طلبت السكرين جالها السكرين راحت عكس السكرين وقفت وشاطت ونجحت في تسجيل نقطتين كمان لايطالي لوكاس. ايطالي لوكاس توسع الفارق الى 6 نقاط 17 11 لصالح النادي الاهلي. مونيك ريد عايزه تضيق الفارق لكن اير بول هاجر عامر بتحاول معاها ما بتنجحش وتطلع الكره اهلاويه. 6 محاولات على 3 بوينت للنادي سبورتنج لم ينجح في تسجيل ولا محاوله، اما النادي الاهلي 3 محاولات نجح في تسجيل
محاولة وحيدة. تايم اوت تطلبه الكوتش حورس مدرب نادي سبورتنج. تعالوا نسمع التعليمات مع بعض ونرجع لحضراتكم مرة تانية. باص تطلع الخمسيه تطلع هنا اهو واحد هينزل الناحيه دي. لو مات مان بيلعب وان عدل الراجل ده يطلع ياخد الكوره ويتفرج على بيك اند رول والرول ينزل لغايه تحت. لو بيلعب يلعب فلاش يلعب زون يلعب فلاش. يور مان انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش حورس. نسمع نشوف ايه التعليمات. تقدم النادي الاهلي بالست نقاط في اخر دقيقتين من احداث الكوارتر الاول. ايتالي لوكاس ونفس التشكيل للفرقتين. نادي سلعو لوكاس تحت الباسكت والفيداوي لوكاس ونقطتين كمان لايتالي لوكاس. نقطتين للنادي الاهلي يوسع الفرق الى 8 نقاط. ريم موسى زون ديفنس على من النادي الاهلي. اسرار ماجد اطعلها هاجر عامر لكن معاه دفاع قوي. طلع كيك اوت لمونيك ريد وعلى الثلاثه بونت تنجح في تسجيل اولى الثلاثيات مونيك ريد عشان تضيق الفرق الى 5 نقاط. فريده وائل وعايز تلعب واحد على واحد. سلم على طول نور علي طلعت اللي عايزه ترد على طول ب 3 بوينت وتنجح في تسجيل والرد سريعا ياتي عن طريق نور علي طلعت. 3 نقاط في جعبه النادي الاهلي في اخر دقيقه و13 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مونيك ريد قلبت الملعب الناحية الثانية لريم موسى اللي هوشت واخترقت طلعت الكيك اوت لاسرار ماجد شاطت من البيز لاين نجحت هي كمان في الرد السريع. سخنت المباراة وحلوة المباراة. ده الفارق ثاني ل 22 17. لوكاس تأتي بالرد ايضا لم تأتي ولم يحالفها الحظ. حاول تراعي على الباسكت كده لكن هنا في خطأ شخصي على رنيم جداوي رقم 15 ترتكبه امام هالة مصطفى برميتين حرتين وتغيير. خرجت ريم موسى من سبورتن ونزلت اسرار جينا حلمي عفوا اللي نزلت. خرجت ريم موسى وجينا حلمي هي اللي نزلت ورميتين حرتين او عفوا رميتين يا جماعه رميتين ده خطا مش فورسين رميتين صح كده. 22 الاهلي 17 سبورتين. 48 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. هلا مصطفى وعلى تنفيذ الرمية الحرة الأولى تنجح في التسجيل. ده الفارق إلى 4 نقاط. وادي الرمية الحرة الثانية تنجح أيضا في التسجيل. ده الفارق إلى 3 نقاط. نادين سلعوة هي اللي هتقوم بدور صانع اللعب. نادين عدت نادين طلبت السكرين خدت السكرين سلمت لرنيم جداوي. رنيم ليه فريده وائل. فريده على 3 بوينت لكن ما بتنجحش التسجيل. هلا عامر هاجر عامر على طول بتلم سلم لاسرار ماجد لجينا حلمي. جينا دفاع قوي من فريده وائل على مونيك ريد من تمن النادي الاهلي قلب تاني. هلا مصطفى لجينا لهلا مصطفى تاني تحت الباسكت مونيك ريد لكن هنا كابتن نانسي قالت ايه مخالفه الثلاث ثواني على مونيك ريد لاعبه نادي سبورتنج. اعتراضات ١١ ثانية على طول. كابتن حرص بيطالب لعيبته بالضغط على لاعبي النادي الاهلي لكن لوكاس استلمت الكرة في اخر خلاص العشر ثواني الاخيرة. لوكاس هي اللي هتفنش هي اللي هتقف هي اللي هتشوط هي اللي تنجح في التسجيل بنقطتين توسع الفارق الى 5 نقاط وعشان ياتي معها انتهاء زمن احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 24-19. استراحه دقيقتين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. عامر جينا حلمي اسرار ماجد هلا مصطفى لم يحدث ايضا. رجعنا تاني حضراتكم والحيازه التبادليه لصالح نادي سبورتنج. هنقول لحضراتكم على التشكيلات بسرعه. هلا مصطفى
من سبورتنج. البنتريشن لهالا وصلت هالا ما نجحتش، هالا تلم مونيك رايد على السكند شوت وتحاول معاها تاني، لكن الحازه هنا اهلاويه. ايتالي لوكاس على طول تستلم، ايتالي لوكاس للي ما عرفش 10 نقاط في احداث الكورت الرابع، والباس حلو والاسيست احلى لنادين سلعوه تنجح وتقبل لديه نادين بنقطتين وخطا شخصي ورميه حره اضافيه والخطا على جينا حلمي لاعبه نادي سبورتنج. رميتين حرتين فقط للنادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول، ودي اولى الرميات الحره في احداث الكوارتر الثاني. نجحت نادين في تسجيل الرميه الحره الاضافيه او الاند وان او الوان مور. خرجت هاله مصطفى من نادي سبورتنج، نزلت مكانها نادين ياسر رقم 13. وادي لسه الغفله الدفاعيه لسه كنا بنتكلم عليها، باسط بالظبط باسكت في باسطين. باسطين وادي خطا شخصي ثاني على جينا حلمي. لعيبه رقم 11 من نادي سبورتنج، باسطين بتسجل اولى النقاط لنادي سبورتنج 27-21. خطا الشخص الثاني على نادين حلمي والحيازه اهلاويه. ايتالي لوكاس، لوكاس عدت لوكاس مع اسرار ماجد مش سايباها لنادين سلعاوه في البيز لاين، حاول تخترق قطعلها نور علي طلعت بتمويه روعه الروعه، بتروح على الباسكت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تخبط الكرة في مين؟ تبقى لإشارة كابتن نانسي في ايد او في رجل قدم عفوا نور علي طلعت وتطلع الاوت لنادي سبورتنج. اسرار ماجد هي اللي قايمه باعمال صانع اللعب في الملعب. هاجر عامر عملت لها كات مونيك ريد وقفوا عليها، طلعت الكيك اوت لجينا حلمي واولى الثلاثيات. تنجح جينا حلمي في تسجيل اولى الثلاثيات لنادي سبورتنج. ايتالي لوكاس ينقص النادي الاهلي السرعه السرعه، وادي على طول ياتي الرد، لم ياتي الرد من رنيم جداوي لما على طول نادي سبورتنج. مونيك ريد تحاول تلحق لكن تخبط في ايديها وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف نادي سبورتنج، منار ايهاب تنزل وخرجت مونيك ريد. الروتيشن اللي بيجريه كابتن حورس 27-24. لوكاس في صدارة مسددي النقاط او محرز النقاط، ايتالي لوكاس 10 نقاط حتى هذه اللحظات. لوكاس في اخر ثانيتين لازم تشوط، خلاص زمن ال 24 ثانية انتهى، زمن ال 24 ثانية انتهى وتقول الكرة وتصبح في حيازة نادي سبورتنج. الجهاز الفني الاهلي عمال من بره يقول العب العب العب، لكن تتعوض يا بنات. جينا حلمي لهاجر عامر، عملت السيل نور علي طلعت بتحاول تسيطر عليها لكن تقع وتلمها تاني هاجر، تروح على طول لمنار ايهاب موقف واحد اتنين على واحد، تسلم لاسرار وتنجح في تسجيل نقطتين وتضيق الفرق على طول الى فرق نقطه. ايتالي لوكاس لسه معاها الكوره، لوكاس اختراقات لوكاس وصلت لوكاس، نجحت لوكاس في تسجيل نقطتين وتعويض الفرق. ثلاث نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. اسرار ماجد عدت اسرار من الملعب، لسه كره مع اسرار، طلعت لمنار ايهاب بنتريشن منار، وصلت منار لك ونجحت على طول منار في تسجيل نقطتين وتضيق الفرق الى فرق نقطه 28-29 لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي، رنيم للوكاس اوبن شوت هوشت على 3 بوينت لوكاس اون فاير. لوكاس ايتالي لوكاس توسع الفرق الى 4 نقاط، رجع الاهلي وضغط من قدامه وثبت اثنين ورا عشان ما يتعملش فص بريك، لكن هنا في ايه؟ دبل دريبل على هاجر عامر لاعبه نادي سبورتنج. هاجر عامر ترتكب مخالفه الدبل دريبل وتغيير في صفوف نادي سبورتنج. خرجت اسرار ماجد ونزلت مكانها ريم موسى. اوتسايد اهلاوي لوكاس لرنيم جداوي، رنيم وصلت اخترقت ما نجحتش في التسجيل، لما على طول نادي سبورتنج. جينا حلمي سلمت لهاجر اللي قطع حلو قوي ونجحت في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورتنج. ده الفارق الى نقطتين لصالح النادي الاهلي 32-30
ست دقايق 44 ثانية. فريدة وائل واختراقات فريدة، راحت فريدة خبطت في ايد هاجر عامر او نادين ياسر وطلعت اوتسايد على نادي سبورتو. 8 ثواني هو زمن المتبقي للهجمة. قطعت نادين سلعاوة حلوة قوي لكن ما بتنجحش في التسجيل. لما على طول ريم موسى اللي طلعت وجريت وصلت وطلعت الكيك اوت لمنار ايهاب، منار بتهوش لريم موسى تاني على الكيك اوت. ريم تهدى بنتريشن سلمت لنادين ياسر ميديم شوت ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول على الديفنسيف ريباوند. رنيم عدت رنيم عايزه تخترق ما تزنيش نفسك، لفت وارتكز لسه بقول لها ما تزنيش نفسك، اتقطعت منها سلمت على طول ريم موسى وبتجري على الفاست بريك 4-2. وقفت ريم شاطت ريم نجحت في تسجيل ريم واول تعادل ليه في احداث الكورتر الثاني. اولى التعادلات لوكاس ايتالي لوكاس خد السكرين خطفت منها هاجر عامر الكوره وطلعت اوتسايد. تغيير في صفوف الاهلي، فريده وائل خرجت تنزل مكانها رضوى محمد، رنيم جداوي خرجت نزلت مكانها ندى نافع. اوتسايد اهلاوي و11 ثانيه على انتهاء زمن الهجمه. 5 دقائق 45 ثانيه على انتهاء احداث الكورتر الثاني. ندى نافع للوكاس اخر الثواني شاطت لوكاس ما تنجحش في التسجيل. تلم على طول نادين ياسر والفاست بريك يوصل لجينا حلمي. جينا 1-1 سلم لهاجر عامر اللي شاطت لكن اتعمل لها بلوك، لكن هنا فين الريباوند؟ طلعت تاني لريم موسى. هنا الريباوند راح لنادي سبورتن. وادي جينا حلمي على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. تلم نادين ياسر قطعلها جينا حلمي وصلت ونجحت ببنتريشن في تسجيل نقطتين واول تقدم لفريق سبورتن على النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني. رضوى محمد رضوى سلمت لنور علي طلعت لكن بعيد عليها راحت لجينا حلمي من سبورتن طلع على طول. هنا نادي سبورتن بيجري لازم الاهلي يرجع بسرعه. ريم موسى وميديم شوت تنجح في التسجيل على طول. كوتش علي هاشم يطلب تايم اوت لايقاف تفوق نادي سبورتن على النادي الاهلي. تايم اوت للنادي الاهلي كوتش علي هاشم. نسمع التعليمات نرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش علي هاشم نفس خماسي النادي الاهلي ايتالي لوكاس رضوى محمد ندى نافع نادين سلعاوي ورضوى محمد لنور علي طلعت. اما خماسي نادي سبورتن ريم موسى نادين ياسر منار ايهاب هاجر علي وجينا حلمي. اوتسايد اهلاوي الفرق 9-4 لصالح نادي سبورتن. 4 دقائق 55 ثانية اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكورتر الثاني. رضوى محمد هي اللي هتمسك الملعب اول في مركز بوينت جارد لنادين سلعاوي. نادين لسه معاها الكورة للوكاس، لوكاس على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. يلم على طول نادي سبورتن ريم موسى لسه ريم معاها الكورة اخترقت ريم وصلت ريم ما بتنجحش في التسجيل. رضوى محمد على طول تلم وتسلم نور علي طلع نور مستنية اللقطة سلمت لرضوى محمد تبدا الهجمه. نادين سلعاوه طلبت السكرين من ندى نافع زون ديفنس نادي سبورتن. رضوى لنادين اوبن شوت على 3 بوينت لكنه قصيره واوتسايد لصالح النادي الاهلي. 5 نقاط سجلتهم نادين في احداث
الكوارتر الاول والثاني حتى هذه اللحظات. ضغط النادي الاهلي، هاجر عامر، عدت هاجر من البيس لاين اخترقت، لكن هنا في خطا شخصي على مين؟ على النادي الاهلي. هنشوف دلوقتي على مين، اعتقد هنا على ندى نافع رقم 9، فعلا على ندى نافع. اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي بعد مرور حوالي 6 دقائق في الكوارتر الثاني. هاجر نجحت في تسجيل الرميه الحره الاولى، وادي الرميه الحره الثانيه، هاجر لم تنجح في التسجيل، تلم على طول رضوى محمد على الديفنسيف ريباوند، تجري على الفاست بريك وتبدا هجمتها. استلمت، سلمت لندى نافع وعلى 3 بوينت ندى، وتنجح ندى في تسجيل 3 نقاط تدعي الفرق الى فرق نقطتين. دفاع قوي من رضوى محمد على ريب موسى ال 1-4 اللي بيستخدمه الكابتن علي هاشم، عايز يوقف انطلاقات ريم موسى ومسكت الكوره، استلمت شاطت نجحت في تسجيل 2 نقطة، وسعت الفارق الى 4 نقاط مره ثانيه. كابتن علي بيقول لها مالكيش دعوه باي هلب، خليكي لازقلها او خليكي معاها. رضوى محمد لندى نافع، لوكاس، لكن ريم دفاع قوي من ريم وتخبط في ايد لوكاس وبتطلع اوتسايد. تغيير في صفوف نادي سبورتن، جينا حلمي هتخرج وتنزل مكانها اسرار ماجد. ضغطه زي ما حضراتكم شايفين كده، رضوى محمد ضغطه على ريم موسى، اسرار ماجد على طول كوتشي حورس نزلها عشان تقدر تساعدها في قياده الملعب. وادي الكات حلوه قوي، لكن هنا في ايه؟ كابتن نانسي قالت انها خطا يعني، والناس بيقولوا انها واقفه خطا شخصي على ندى نافع، لكن انا شايف انها واقفه يعني ممكن تبقى مخالفه المشي بالكره، لكن عامه خلاص قرار الحكم طلع. في كلام كده ومشاورات بين كابتن عمرو زاهد وبين كابتن نانسي، خلاص اوتسايد لصالح نادي سبورتنج وخطا شخصي على ندى نافع. هاجر عامر استلمت مع نور علي طلعت، تلف وترتكس تروح بشمالها تعمل بلوك حلو قوي، نور علي طلعت تسلم للوكاس، تجري على الفاست بريك، جريت لوكاس استغل ناصر العددي لسه من الصراع شويه، وادي لوكاس وميديام لوكاس ما بتنجحش لوكاس، تلم على طول هاجر عامر لريم موسى، ريمو على الفاست بريك، تجري ريم من ورا ظهرها تسلم للقاطع نادين ياسر، لسه الكره محتفظين بيها. اسرار ماجد على 3 بوينت والثلاثات اسرار ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول نادين سلعوة ليه؟ رضوى محمد، رضوى خد السكرين، سلم هنا في الميس ماتش، فعلا سلمت ندى نافع تلف وترتكس، بص حلوه قوي 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 لنادين سلعوة وبتنجح في تسجيل 2، ده الفرق الى 2 لصالح نادي سبورتنج. خطأ شخصي على رضوى محمد، خطأ شخصي على رضوى محمد. تغيير في صفوف الاهلي وسبورتن، خرجت نادين ياسر من سبورتن، نزلت مونيك راد، وخرجت نور علي طلعت ونزلت رنيم جداوي. نقطتين دي الفارق، واخر 2:27 اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ريم موسى عدت ريم، لسه معاها رضوى، استلمت السكرين لكن معاها رضوى برضه دفاع قوي لمونيك راد، مونيك اخترقت، مونيك وصلت نجحت في تسجيل 2، مونيك ريت وسعت الفرق الى 4 نقاط 41-37، وكانت حلو من نادين سلعوه اللي مستنيه وبتلعب 1-1. اهدي يا نادين، تراي كده على الباسكت اي حاجه ما بتجيش، يلم على طول نادي سبورتنج، ريم موسى تجري على الفاست بريك، ريم قطعها هاجر لكن ما خدهاش هاجر ومرتها صح، على طول تقطع رضوى محمد بشمالها تنجح في تسجيل 2 وتدعي الفرق الى 41 سبورتنج 39 الاهلي. هاجر عامر تنجح تعمل الستيل، هنا بقى في ايه؟ هنا في خطا شخصي على هاجر عامر، فعلا في خطا شخصي على الراجل هاجر عامر، لكن دفاع قوي من رضوى محمد لاعيبه النادي الاهلي. خرجت نادين سلعوه في تغيير من صفوف النادي الاهلي ونزلت فريده وائل، والكوتش حورس بيطلب تايم اوت بعد تفوق تقدم الاهلي واداء الفارق الى 2 لصالح نادي سبورتن. تايم اوت لنادي سبورتن، نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. دلوقتي خلاص خدنا نفسنا وركبنا الملعب ومفيش توتر وجبنا الجيم
عايز بقى شويه البريشر على الكوره، ما تجريش بس جنب الكوره وخلاص. فين البريشر؟ طيب في حاجه، الحاجه الثانيه دلوقتي الهجمه دي بس اللي طلبه كابتن حورس مدير فني نادي سبورتنج. دع الفارق الى نقطتين. ماتش السجال ماتش ممتع، واحده من دربيات كره السله النسائيه في مصر، او انا بسميه الكلاسيكو، كلاسيكو كره السله النسائيه. ثلاث اخطاء شخصيه على كلا الفرقتين. التوب سكورر في النادي الاهلي هو مونيك ريد، والتوب سكورر في نادي سبورتنج هي ريم موسى. لكن نرجع المباراة، رنيم جداوي ليه رادو محمد اللي طلب السكرين، عدت مستنيه هنا الميس ماتش لفريده وائل. فريده ليه رادو محمد على الستريت بوينت رضوى، لكن قصيره بتحاول معاها رنيم، لكن توصل على طول لريم موسى اللي بتسلم لهالا مصطفى اللي لسه نازله. هالا لاسرار ماجد، ريم موسى بنتريشن من البيز لاين تطلع، لكن توصل لمونيك ريد. مونيك قلبت الملعب الناحيه الثانيه لاسرار ماجد، زون ديفنس النادي الاهلي، لا مان تو مان عفوا، مونيك ريد اخر خمس ثواني في ال 24 سنه، دفاع قوم النادي الاهلي، مونيك تستخدم اللوحه ما بتجيش. رضوى محمد على طول على الديفنسيف ريباوند، طلع على طول ليه فريده وائل. فريده ندى نافع عملت لها السكرين، فريده لرنيم جداوي. رنيم قلبت الملعب ندى نافع، ندى وصلت باصت عملت الستيل، امسك يا رنيم. رنيم تتخطف من ايديها وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اخر اربع ثواني في زمن الهجمه، واخر 33 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الثاني. فريده وائل تلحق الكوره، لازم تشوط هنا، شوط شوط، وصلت ما نجحتش في التسجيل. على طول منار ايهاب تلم من سبورتنج. ريم موسى لاسرار ماجد تحت الباسكت ليه ايتالي لوكاس اللي طلعت كيك اوت، حاول تلحق منار لحقت فعلا، سلمت لهالا مصطفى. هالا لاسرار ماجد في الثواني الاخيره تنجح في 3 بوينت انها تسجل من البيز لاين. نلعب قبل وتوسع الفارق الى 44. وادي رنيم جداوي شاطت، لكن كانت صافره انتهى احداث الكوارتر الثاني اسرع. انتهت احداث الفتره الثانيه بتقدم نادي سبورتنج 44-39. اعزائي المشاهدين، استراحه ما بين احداث الفتره الثانيه والثالثه او الكوارتر الثاني والثالث. الزميل العزيز هيثم السعيد وضيوفه الكرام، اليكم الميكروفون. جيز بعد الشوط، الشوط الاولاني كان افضلنا لوكاس واسرار من سبورتنج. الشوط الثاني الاعتماد على لوكاس بدرجة كبيرة أنقص الأهلي جماعية الأداء، بدليل أن سبورتنج لو بصينا معظم السكور اللي هو حطه متوزع على الفرقة أو التشكيل اللي لعب بيه. الشوط الثاني كان برضو نجوم المباراة أو نجوم الشوط ده كانت رضوى صانع الألعاب. بس يا كابتن معلش انا عايز اقف على الكوره دي بعد اذن حضرتك وبعدها لي. كذا مره تكررت هذه اللعبه انه يحصل فاست بريك سريع 1-0 من سبورتنج، بيبقى مفيش تخطيط دفاعي، رجوع السيفتي بتاعنا بطيء جدا. السيفتي يعني لو يعني بص يا كابتن مثلا كوره زي دي مش ممكن يعني دريبلايه. بص يعني هبعدها لحضرتك، احنا دخلنا اتلمت. بص يا كابتن ريم موسى راحت بدريبلايه واحده، بص يعني لا اللي قبليها يا جماعه راح اهو هي دي اه بص راحت بدريبلايه واحده، بص دريبلايه واحده، بص يا كابتن 1-0. طب ازاي الاثنين اللي واقفين في نص الملعب مش شايفين ان في حد ورا؟ الرجوع كان بطيء جدا، الرجوع كان بطيء جدا، وده سبب من الاسباب اللي هي زي الصوره اللي موجوده قدامنا ان احنا رجوعنا بطيء او الملعب بطيء. يعني وجود جنة الالفي ومع لوكاس مع
يا رنيم الجداوي ملعب بطيء الرجوع الملعب تقيل هم اسرع هم بيجروا فاست بريك شايفين بعض كويس عننا النهارده بصراحه فرقه سبورتنج شايفه اللعيبه شايفه بعض كويس في جمعيه في الاداء بالنسبه ليهم صحيح طب كابتن سيد يعني راي حضرتك برضه هل تتفق مع كابتن السلعاوي ان كان في سرعه شويه في اداء سبورتنج والنادي الاهلي كان نوعا ما تقيل شويه في الرجوع هو اللي اتكلمنا فيه في الاول الديفنس اللي هيفرق مع في اللعب النادي الاهلي كان بيدافع بصوره جيده الشوط الاولاني وكان حدد من خطوره لعيبه سبورتنج وكان بيجري عشان بيدافع كويس يبقى هتجري كويس الكوارتر الثاني النادي سبورتنج بقى يدافع كويس وبيجري احسن صح. واللي سهل ماموريه نادي سبورتنج ان هو يدافع كويس ان احنا بنلعب لعب فردي في كل واحده عايزه تاخد الكوره في حاجه بتعملها الفريقه ما بتتحركش ما فيش الجماعيه دي اللي بتخلق سبيسنج وبتخلق فرص للعيبه انها تلعب صحيح. فكان بيسهل الامور في دفاعات سبورتنج ان هم يدافعوا علينا جيد اللعيبه بتخش بتلاقي عليها دبل تيمنج ما بتشوفش حد جاي لها عشان تعمل لها تباص الاسيست بتاعها او الاسيست بيبقى مقطوع فبترد علينا فاست بريك احنا بدانا ديفنسيفلي احسن شويه عشان كده رحنا 5 بونت الشوط الثاني سبورتنج ديفنسيفلي احسن بكتير مننا علشان كده هو اتعوض وطلع علينا 5 بونت وجري علينا صحيح يا كابتن طب كابتن داليا عايز تفسير حضرتك يمكن الشوط الاول انتهى 19-24 او 24 النادي الاهلي 19 لسبورتنج يعني احنا حطينا في الكوارتر ده 24 نقطه ودخل فينا 19 الشوط الثاني منفردا او الفتره الثانيه منفردا نادي سبورتنج حط 25 نقطه في الوقت اللي هو كان حاطط في الاول 19 واحنا حطينا بس 15 نقطه في الشوط الثاني بالرغم ان احنا في الشوط الاول حطينا 24 نقطه يعني بانخفاض 8 نقاط في الشوط الثاني تفسير حضرتك لده هو طبعا انا شايفه ان الشوط الاولاني كان معتمد على لوكس 100% البنت الميديم شوت بتاعها 100% 100% شاطت 1 3 بوينت ما جابتهاش والميديم شوت بتاعها كله جابته الشوط بتعدي مسافات قصيره مميزه فيه بالظبط هي بتعدي المان بتاعها تدخل في الجزء الزون تقوم شايطه تقوم جايبه بمنتهى الاريحيه وانا مش قادره افهم سبورتنج يعني غفل عنها شويه الاولانيين وكده وده يفسر شويه هل هي كانت خطه من عندنا ان احنا نطلع بالملعب ببطء عشان لوكس هي اللي تخلص تعدي وتخلص في الاخر ولا كان ايه لان احنا كانت بيفوتاتنا هي اللي بتطلع بالملعب لا انا اختلف يعني ما كانش مفهوم وليد اللعبه ما كانش مفهوم خلق كانت رنيم وجانا الالفي في الاول هم اللي كانوا بيباصوا لبعض عشان يطلعوا بالملعب هم اللي كانوا بيطلعوا بالملعب بالظبط فمش مفهوم خالص هي لوكس كانت فين يعني عمرها ما حصلت يعني انت كنت فين فما اعرفش هل عشان تلعب لعبتها اللي هي مميزه فيها مش مفهوم اللعب الفردي كان واضح بشكل رهيب من عندنا فعلا زي ما كابتن سيد قال كان كل حد شاطر في حاجه بنتيح له الفرصه ان هو يعملها فيما عدا اللعبتين اللي حصلوا ما بين لوكس ونادين الكات اللي كانت بتعملها نادين وكانت بتعملها برده اعتماد فردي كانت بتطلع نفسها بطريقه ما وتقوم عامله كات واخده من لوكس وداخله على الباسكت احنا طلعنا على سبورتنج لا هو سبورتنج بيلعب ماتش حلو قوي من الاول غياب هاجر في الاول لما اتصابت في الاول انا تخيلت ان احنا هنستغل الفرصه بصراحه نطلع فاست بريك كتير ننتهز فرصه ان ما فيش هاجر مش موجوده تحت الباسكت بس حاجه يعني حاجه كنت حاسه ان احنا المفروض نستغلها نطلع شويه الدروب اللي حصل وخلانا احنا نكسب في الشوط الاولاني ونطلع 24-19 ان سبورتنج كان وحش في الشوت يعني هما كانوا بيعتمدوا خالص كان بيشوت من احنا مقفلين سواء اهلي او سبورتنج كان مقفل تحت الباسكت كويس قوي سبورتنج بيلعب بره واحنا بنلعب على لوكس بره فهم ما كانوش موفقين في 3 بوينت نهائيا وبالتالي الدنيا وقعت منهم فعرفنا نهجم ده يمكن تفسير حضرتك لتفاوت وتباين الارقام بين الفتره الاولى والثانيه يمكن كابتن ريم راي حضرتك يعني التفاوت ده كان ليه دفاعيا وهجوميا هو نفس كلام كابتن سلعوه وكابتن سيد وكابتن داليا ان الاهلي اداؤه عايز يبقى اسرع شويه ويجري على الفاست بريك اكتر يعني بص يا كابتن كل الحالات اللي احنا جايبها مع الساده المشاهدين كلها لعب سريع يا كابتن سيد كلها لعب سريع يا كابتن ريم يعني بصي كل ده جاي من موف يعني دي يمكن 5-5 ولكن اللي كان قبليها واللي قبليها واللي قبليها تحس ان في سرعه في اداء سبورتنج احنا عندنا شويه بطء حتى 5-5 يعني رايي كده كابتن ريم برضه ايوه تمام واللعب فعلا كان على لوكاس في الشوط الاولاني اكتر لازم يبقى فيه لعب جماعي ونفتح الملعب ونمشي الكره اسرع ونشوف الثغرات فين عشان نحرك الديفنس وننزل نحاول ننزل تحت على قد ما نقدر يعني انت متفقه معانا برضه ومع ضيوفنا ان النهارده الكباتن كلهم بيقولوا ان احنا محتاجين لعب جماعي اكتر والناحيه الدفاعيه يمكن محتاجين اكتر كابتن سيد شايف حضرتك في حاجه الحاجه اللي اثرت معانا كتير قوي الشوط الثاني
لو تفتكر احنا قبل ما نتكلم بنقول احنا جايبين صناع العاب هم اللي بيمسكوا الكوره وهم اللي بيخلصوا. الشوط الثاني ابتدى حط لوكاس في بوزيشن 2 وبقى رادو محمد في بوزيشن 1 فما بقتش الكوره توصل للوكاس لوكاس ما بقتش معاها بالظبط كده اهوت. فهي كانت بتعمل كرييشن خلق فرص لنفسها دلوقتي هي مش عارفه تتحرك علشان تاخد الكره عشان تخلق لنفسها. فده اللي كنا بنتكلم فيه كل ما الكره مع اللاعب المحترف هو بيعرف يخلص نفسه ده مع الجنب مش عارف ياخد الكره. يعني افهم حضرتك ان الدفع بلوكاس في مركز واحد اصبح ضروره في الشوط. انا في رايي كده وخصوصا ما هيبقى جنبها نادين وهيبقى جنبها فريق مع الاحترام الشديد لفريق لرضوى محمد لكن لوكاس لازم تستلم الكره الاولانيه يمكن عشان كابتن علي هاشم كان هدفه اراحه لوكاس شويه يمكن المجهود المبذول عشان عايز انا موافق انا لا احنا بنتكلم ليه اللي حصل التراجع ده فاكيد هو يتدارك الموضوع دوت ان 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 بدل انت معتمد ان لوكاس اللي بتخلص لك معظم الكور لازم الكره تبقى خلي بالك كابتن برده الساده المشاهدين الفرقتين نزلوا تاني اللي هو الاحماء فتره الاحماء ما بين الفتره الثانيه هي بس وبالتالي خلاص برده لحظات وتطور هي بس المشكله ان لازم يبقى في اداء يعني لعب جماعي اكتر من كده. احنا نمتلك قدرات مواهب لعيبه كويسه قوي قوي لازم كلها تستغل. بس يا كابتن عندي برضه سؤال يعني ريت حضرتك تجاوب عليه برضه. انا مش شايف سبورتنج عامل بريشر علينا يعني سبورتنج بيلعب باريحيه كامله يعني مفيش ضغط دفاعي علينا. انا شايف ان احنا بنوصل عادي بس تحت الحلقه وتحت السيت هو دلوقتي هو بيلعب على مفاتيحك انت النهارده هو مقفل لك تحت الباسكت كويس وكور ما حد بيخش ما بيعملش كيك اوت عشان حد يشوط بيخش بيحاول يعمل الباصه المزنوقه دي مع الكولابسنج او الزحمه اللي تحت الباسكت بتتقطع لكن مش شايفين الناس اللي بره نعمل كيك اوت على نادين تشوط ثلاثه وفريده وقت تشوط فريده جت لها كره شطتها نادين جت لها كره شطتها لكن لازم ده بس لعب بنلم ونعمل كيك اوت. كمان انا شايف ان التفوق بالنسبه لسبورتنج عن طريق لم الكوره اعتقد ان النسبه كبيره جدا في صالحهم هم مش في صالحنا احنا لا يعني احنا عندنا الطوال ولا بيلم ولا بيعطل الكوره ان تيجي فاست بريك عليا فهو بيلم وبمنتهى الاريحيه بتعمل دوران دريبلايه بيبقى 2 على 1 زي ما انت قلت وجبت الصوره وقررت اكتر من مره فلازم لازم نرجع اسرع او الطويل يعطل او يوقف الطويل يوقف او يعطل الكوره الاولانيه اول باص يعطله اقرب واحد ليها والباقي يرجع على الزون على البيت. سريعا سريعا عشان احنا خلاص لحظات ونروح ارض الملعب التوقعات حضرتك للثالث والرابع اعتقد ان احنا الثالث والرابع هنبدا نلعب جماعي وهنكسب ان شاء الله. كابتن سيد راي حضرتك الجماعي يفضل متعلق للاخر ما فيش قادر تتوقع لا لا. انا برضو اذا حضرتك يعني اتمنى المكسب طبعا طبعا احنا نتمنى بس الماتش ماشي كلوز جيم فهنبقى بس المهم ان ما فيش يعني هي المشكله هل لوكاس هيستمر بص اهم اهم فتره الفتره الثالثه لو احنا مشينا كويس ممكن ناخد الجيم في واعتقد ان لوكاس مش هتقدر تستمر على لا وهم بيبدلوا منات يعني هم على لوكاس بدلوا احنا خدنا بالنا ان كابتن حرس بيطلع ويدخل كتير جدا جدا اعتقد ان هو ضاغط على لوكاس ولما بتتعب بيبدل عامل مذاكرها يعني وهي فرق توقعات حضرتك يا كابتن دالي والله لا مش مضمون اي حاجه بس لو فضلنا بشكل اللعب الفردي الشاطر فين بس ان شاء الله ان شاء الله هيبقى احسن. كابتن ريم انت راي حضرتك ايه او توقعاتك ان شاء الله الشوط الثالث يعني ان شاء الله الاهلي يكون احسن ويلعب على الثغرات اللي هي الفاست بريك وان الديفنس يكون احسن من كده وان شاء الله هيبان بقى ويخلص في الشوط الرابع ان شاء الله. وطبعا اكيد حضرتك متفقين معايا ان غياب ثريا يعني لو اتكلمنا احنا ان في 25 ان احنا جايبين مثلا 39 بونت بتهيألي ثريا كانت ممكن تبقى اد فاليو انا حاسه ان وجود ثريا اثر في سرعه الملعب يعني طبعا لان هي اللي كانت بتنقل الملعب لو اي حد بطيء معاها كانت بتفوت فاعتقد ده اللي موقف الدنيا شويه ان شاء الله الباقي يسد ان شاء الله وتبقى الامور جيده. بس خلينا برضو نقول على حته مهمه جدا جدا كان باين في الشوط الاول والثاني كمان يا كابتن وهو لجوء النادي الاهلي في وقت من الفترات انه يلعب انسايد جيم في وقت الملعب مقفول كنا محتاجين شوطين ثلاثه يفتحوا يعني كنا محتاجين شوط هو ما فيش ده اللي بقول لك عليه لازم زي ما كان سيد انت لازم النهارده تلم الديفنس عليك جوه وتعرف فين زميلك عشان تطلع له كيك اوت على شوط دي اللي نقصان يعني احنا حاجات كتير الروتيشن بتاع اللعيبه اللي بره ما الكوره تنزل انسايد مهم جدا عشان اللعيب يعرف يطلعها فين فهم مش شايفين بعض ان تطلع له الكوره لكن انت مش هتاخد الكره من اول لعبه هتشوط لان معاك الديفنس لازم الديفنس ينزل عشان يساعد وبعد كده تطلع لك كيك اوت دي اللي مش شكلها صحيح يمكن كانت باينه كتير وكان يعني رنيم يمكن وهي بتلعب تحس انها بتلعب براحه يعني بتحس ان في واحد رنيم متقفل عليها كويس جدا عشان يجي لها الهلبات ما انت عارف اكتر مننا ان الناس لما بتلعب انسايد لازم يجي لي هيلب لازم اعرف زميلي التاني فين عشان اطلع له كيك اوت عشان وانا ابقى جاهز للشوط بالظبط ولازم اجيب لان لو ما جبتش
هيبقى في مشكله. انا كده بزود الضغط على زميلي تحت الحلقه. بس على الاقل تلعب صح. على الاقل انك انت بالظبط كده انت بتلعب الاكسترا باس اللي هي بتطلع لك ديت او الكيك اوت ديت. هو هيفضل مريح ان احنا بنلعب انسايد فهو هيفضل ضاغط تحت واحنا صحيح. مش بنخلص فوق. طب انا شايف خلاص لحظات يعني بتهيالي كده نروح على ارض الملعب. نروح لمعلقنا الكابتن احمد مناع من ارض ملعب او مجمع الدكتور حسن مصطفى لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه كاس السوبر المصري كرة السلة سيدات الأهلي وسبورتنج الثالث والرابع إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومحبي ومتابعي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ومن قناة الأهلي بمدينة الإنتاج الإعلامي. شكرا للسادة الضيوف، شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد. للي ما كانش متابعنا، انتهت أحداث الكوارتر الثاني بنتيجة بتقدم سبورتين 44-39 لصالحه. توب سكورر هنا أو أعلى النقاط هنا في النادي الأهلي هي إيتالي لوكاس، تأتي بعديها نادين سلعوة. إيطالي لوكاس ب 15 نقطة، نادين سلعوة بالسبع نقاط، أما نادي سبورتن أعلى النقاط أسرار ماجد ب 10 نقاط، تأتي وراها ريم موسى بثمان نقاط. نبدأ على بركة الله أحداث الفترة الثالثة أو الكوارتر الثالث. تشكيل نادي سبورتن أو الخماسي والستارتن لاين أب، ريم موسى، أسرار ماجد، نادين ياسر، هاجر عامر ومنار إيهاب. أما الستارت لاين أب للنادي الأهلي إيطالي لوكاس، نادين سلعوة، رضوى محمد، نور علي طلعت، ورنيم جداوي. الحيازة التبادلية أهلاوية في بداية أحداث الكوارتر الثالث. نبدأ على بركة الله والحيازة أهلاوية. رضوى محمد من النادي الأهلي هي اللي هتمسك الملعب دلوقتي مع لوكاس. نور علي طلعت وأولى الاختراقات لكن لم تنجح في التسجيل، تخبط في إيد مين؟ تخبط في إيد رنيم جداوي وبتطلع أوت سايد لصالح نادي سبورتنج. اوتسايد للسبورتنج. اسرار ماجد في قياده الملعب. ريم موسى لهاجر عامر اللي بتطلع كيك اوت لمنار ايهاب لهاجر عامر مره ثانيه. هاجر واختراقات هاجر. قلبت الملعب الناحيه الثانيه لاسرار ماجد على 3 بوينت وتفتتح معاها اولى الثلاثيات لصالح نادي سبورتنج. ثلاث نقاط توسع الفارق الى ثمان نقاط فرق لصالح نادي سبورتنج. وادي البيك اند رول وتنتهي عند رنيم جداوي اللي بتحاول على الباسكت ما بتجيش، تلم على طول لريم موسى، تجري بالباص بريك لمنار ايهاب، قطعه سهله خالص نادين ياسر لكن ما بتجيبش، وتلم هاجر عامر في منتهى يعني اقول ايه، بس دفاعات النادي الاهلي في مشكلة النهاردة، في مشكلة في دفاعات النادي الأهلي لأن على السكند شوت على طول لمت هاجر عامر وقدرت إنها تاخد خطأ شخصي على نور علي طلعت اللي في جعبتها ثلاث أخطاء شخصية وتنجح هاجر عامر في تسجيل أولى الرميات الحرة. وادي الرمية الحرة الثانية على التنفيذ، هاجر عامر تنجح أيضا في التسجيل، توسع الفارق إلى 10 نقاط لصالح نادي سبورتنج. رضوى محمد عدت سلمت لي نادين سلعوة، أكبر فارق حتى هذه اللحظات في أحداث المباراة. هل ينجح الأهلي؟ إن شاء الله ينجح الأهلي، لكن عملت ستيل ريم موسى والفاص بريك 3-1 لمنار إيهاب اللي طلعت ريم موسى لكن طلعت في الأوت أوت سايد أهلاوي لصالح بناتنا ملكات الباسكت في النادي الأهلي. ضغط نادي سبورتن من بداية أحداث الفترة الثالثة أو الكوارتر الثالث. لوكاس إيطالي لوكاس خلاص هي اللي هتقوم بالملعب دلوقتي وهي اللي هتلعب مركز صانع اللعب، هي اللي هتقود الملعب. عدت مع أسرار ماجد، عدت لوكاس، لوكاس لسه معاه الكوره، وصلت لوكاس لكن ما بتنجحش. رنيم جداوي بتلف وتباص النور علي طلعت اللي بتطلع كيك اوت لنادين سلعوة. نادين في الثواني الاخيره من زمن الهجمه سلمت نور علي طلعت اسيست حلوه قوي وتنجح نور في تسجيل نقطتين وتضيق الفارق الى 8 نقاط. ضغط النادي الاهلي من اول الملعب. شوط المدربين هو الكوارتر الثالث. اسرار ماجد ودفاع قوي من النادي الاهلي، سلم لهاجر عامر، عدت هاجر، طلعت الكيك اوت لمنار ايهاب. منار لاسرار ماجد مره ثانيه.
لسه اسرار معاه الكوره، سلمت لاجر عامر لكن الباص اي حاجه وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف الاهلي، هتنزل حبيبه محمد ويتالي لوكاس هتطلع. هتقول لي لوكاس ايه يا عم اللي تطلع؟ اقول لك تريح شويه لعبه ال 20 دقيقه الاولانيه، تاخد نفسها وتنزل فريش مره ثانيه. رضوى محمد، مونيك ريد برضو على الناحيه الثانيه محترفه نادي سبورتنج مش موجوده في الملعب. قطعت عملت للستيل اسرار ماجد، طلعت لريم موسى لهاجر عامر بشمالها ما بتنجحش في التسجيل. فين الدفاعات الاهلاويه والريباوند؟ قطعت على طول نادين سلعوه وعملت معاها خطا شخصي ريم موسى رقم واحد. ريم موسى خطا شخصي على نادي سبورتنج. هقول لكم الخطا الشخصي الكام على ريم موسى، ده الخطا الشخصي الاول. 8 نقاط ريم موسى حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر لغايه الكوارتر الثالث. حبيبي محمد لرضوى محمد، حبيبي حاتم عفوا، رضوى لحبيبي حاتم، رنيم جداوي السكرين الناحيه الثانيه بتعمل لنادين سلعوه وسكرين ثاني لنادين سلعوه. نادين قلبت الملعب الناحيه الثانيه، نور علي طلعت اللي هوشت بنتريشن طلعت الكيك اوت لكن في الاوت سايد تطلع وتروح لصالح نادي سبورتنج. 49-41 لصالح نادي سبورتنج. 7 دقائق 20 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. منار ايهاب اختراقات منار، لكن هنا مين اللي غطى على نادين اللي فاضيه خالص وبتستلم وبتنجح في تسجيل نقطتين. نادين سلعوه لازم نهدى شويه ونشوف لعبتنا ايه اللي هنعملها. بتضع الكره لكن تسيطر عليها رضوى محمد، بتباص كده اي حاجه وبتطلع اوت سايد لصالح النادي نادي سبورتنج. تغيير في صفوف الاهلي، هل علي رقم واحد بدلا من رضوى محمد؟ هل علي اولى سنه اول سنه درجه اولى صاعده من 20 تحت 18 سنه؟ عدت ريم موسى سلمت لمنار ايهاب، منار استلمت السكرين والبيك اند رول لكن هاجر عامر فاضي على اوبن شوت على 3 بوينت وتنجح في تسجيل 3 نقاط. تايم اوت على طول يطلبه الكابتن علي هاشم علشان يوقف تفوق نادي سبورتنج. نسمع التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اكمل الترابات، اكمل الترابات في الاخر. هنا اهو هعمل فلاش، نبص على فلاش. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه، بس انت كفو شويه. ريباوند يا رجاله، احنا مش ما بنجريش ما بنجريش وهما بيجروا علينا. بصوا على البوت الاكو، هرجع على 2:32. اللي طلبه الكابتن علي هاشم، خماسي الاهلي هلع علي حبيبي حاتم رنيم جداوي نور علي طلعت نادي السلعوه، اما خماسي نادي سبورتنج منار ايهاب هاجر عامر نادين ياسر ريم موسى واسرار ماجد. اوتسايد اهلاوي او الكره اهلاويه، هلع علي عدت بالملعب بسرعتها، لسه الكره معاه وطلبت حبيبي حاتم، استلبت حبيبه اطعلها وسلمت على طول ليه رنيم جداوي اللي مستنيه الهاند اوف مع سلعاوي لحبيبه حاتم اللي اخترقت وسلمت نور علي طلعت باختراقات نور، لكن هنا اوفنسيف فاول على نور علي طلعت، خطا مهاجم او اوفنسيف فاول على نور علي طلعت لعيبه النادي الاهلي. 6 دقائق 25 ثانيه 54 سبورتن 41 الاهلي. ضغط النادي الاهلي من اول الملعب. ريم موسى لنادين ياسر، بصات سريعه من نادي سبورتن لريم موسى تاني، زون ديفنس النادي الاهلي.
سلمت على طول لنادين ياسر، منار ايهاب، بصات سريعه تنتهي عند اسرار ماجد اللي شاطت ونجحت في تسجيل ثلاثيه لاسرار ماجد. هاجر علي تخبط الكره في ايد اسرار ماجد من سبورتن وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. ايتالي لوكاس على التغيير القادم. هاجر علي او هلا علي عفوا، سلمت لحبيبه حاتم، بنتريشن حبيبه، سلمت لنادين سلعوا على كيك اوت و 3 بوينت وتنجح نادين في الرد سريعا على نادي سبورتنج. نادين ياسر قطع لوحدها، لسه الاهلي مازال في 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 بازل كده ناقصه في الدفاعات، في بازل ناقصه كده في دفاعات النادي الاهلي. هلا علي اخترقت هلا وصلت لكن اتعمل لها بلوك وحاولت معاها رنيم جداوي، لسه الكوره حايره ما بين هالة وما بين هاجر والجامبول والحيازه لنادي سبورتنج. ايتالي لوكاس هتنزل وخرجت حبيبه حاتم من النادي الاهلي، جينا حلمي مكان نادين ياسر وهالة مصطفى مكان منار ايهاب، ده تغيير ايضا في نادي سبورتنج. اوتسايد لسبورتنج جينا حلمي، سلمت لاسرار ماجد، واحده من اهم مفاتيح لعب نادي سبورتنج. هلا مصطفى لاسرار تاني، اوبن شوت ازاي متسابه كده تشوط والكره اتلمت لكن تروح على طول لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي ونقاش مع الكابتن عمرو زاهد من الكابتن حورس وتحذير في حاله الاعتراض بتكنيكال فاول. 59 43 لصالح نادي سبورتنج، خمس دقايق 12 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ايتالي لوكاس، لوكاس عدت وخطأ شخصي على جينا حلمي رقم 11، خطأ شخصي على جينا حازم حلمي الخطأ الشخصي الثالث. توتال اخطاء على الفريقين، اثنين هنا واثنين هنا. رنيم جداوي تحت الباسكت والباك لاب ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول ريم موسى والفاست بريك. الاهلي في ارتداداته مش سريع لكن سبورتن في ارتداداته اسرع من الاهلي، باسكت على طول لنادي سبورتن. خطا شخصي على اسرار ماجد وسع الفارق الى 61 43. اسرار ماجد اللي ارتكبت الخطا هي اعلى سكور في نادي سبورتن ب 18 نقطه واول اخطاء شخصيه على اسرار ماجد. اوتسايد اهلاوي نادين سلعوه خدت السكرين عدت عايزه تشوط لكن سلمت لهاله، هاله لوكاس، لسه لوكاس عايزه تخترق، فعلا اخترقت لكن هنا بترتكب معاها ريم موسى خطا شخصي كمان عشان يبقى التوتال اخطاء شخصيه على نادي سبورتن الرابع والخطا الشخصي الثاني على ريم موسى. اوتسايد للنادي الاهلي، نادين سلعوه قطعت سلمتها لوكاس، سيطرت عليها نادين لكن تخطف على طول جينا حلمي، تجرب فاص بريك مع ريم موسى، ريم واختراقات ريم، الباك لاب لكن هنا خطا شخصي ترتكبه هلا علي لاعبه النادي الاهلي على ريم موسى ورميتين حرتين لصالح نادي سبورتنج. ريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الأولى تنجح في التسجيل. تسعتاشر نقطة فارق لصالح سبورتنج. أربع دقايق 27 ثانية وريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. مونيك ريد من سبورتنج بدلا من هاجر عامر. الواضح إنها لسه متأثرة بإصابتها. هلا علي لسه الكرة مع هالة، ما زالت الكرة مع هالة وتراي على الباسكت كده ما بتنجحش في التسجيل لكن على طول السكند شوت تاخدها رنيم جداوي وتنجح في تسجيل نقطتين وخطا شخصي اعتقد هنا على فعلا على اسرار ماجد ورمية حرة اضافية. الدفاعات القوية تأتي بالفوز على طول.
رنيم جداوي والاند وان او الوان مور. فريد وائل على التغيير حالا لكن ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي تلم مونيك ريد، مونيك تلعب واحد على واحد، تسلم لاسرار ماجد، اسرار والبنتريشن لهلا مصطفى على الكيك اوت، هالة اخترقت وصلت نجحت في تسجيل نقطتين لنادي سبورتنج. ايطالي لوكاس، لوكاس اللي وقفت هوشت على الثري بوينت وتنجح في تسجيل ثلاث نقاط تضيع الفارق. هنا لازم الاهلي يضغط كويس جدا، خطفت رنيم جداوي وعملت الستيل، دفاعات النادي الاهلي ماشيه كويس، هلا علي لسه الخبره مش موجوده، رنيم جداوي تلم على السكند شوت لكن ما بتجيش، هلا المره الثانيه بتلم دفاعات قويه لكن تستلم وتنتهي عند ايتال مونيك رد وخطا فني على الكابتن علي هاشم، تكنيكال فاول على الكابتن علي هاشم كوتش النادي الاهلي برميه وحيازه وتغيير في صفوف نادي الاهلي. هلا علي هي اللي هتخرج وهتنزل مكانها فريده وائل. مونيك ريد على تنفيذ التكنيكال فاول او الرميه والحيازه تنجح في تسجيل الرميه وحيازه لنادي سبورتنج. 48 66 3 دقائق 35 ثانيه النتيجه لصالح نادي سبورتنج. ريم موسى، ريم موسى انا بقول انها مان اوف ذا ماتش النهارده في نادي سبورتنج. ريم قطعت عملت حلو قوي الستيل، رنيم جداوي، رنيم وهجمه ووصلت نجحت في تسجيل نقطتين، واحده من نجوم اللقاء ونجوم منتخب مصر في هذه اللحظات. ما زال الارتداد عند النادي الاهلي لسه في سنه بطء، نجحت على طول هلا مصطفى فص بريك سريع في تسجيل نقطتين، يوسع الفرق الى 18 نقطه. نور علي طلعت تلف سيمي هوك تخترق لكن مونيك ريد تعترضها بخطا شخصي وخطا على مونيك ريد لاعبه رقم 23 ورميتين حرتين لنور علي طلعت. نور علي طلعت على تنفيذ الرميه الحره الاولى ما بتنجحش في التسجيل. مونيك ريد خطأين شخصيين ست نقاط في احداث هذه المباراه. تنجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه وهنا تغيير، خرجت ريم موسى نزلت منار ايهاب اوتسايد لنادي سبورتنج. منار هتستلم وتسلم لاسرار ماجد، هي اللي هتمسك الملعب تعويضا عن ريم موسى. اسرار ماجد لهلا مصطفى من نادي سبورتنج. مونيك ريد، مونيك لجينا حازم او جينا حلمي اللي وقفت واخترقت ووصلت تخبط الكره فيها لكن كابتن نانسي قالت الكره على النادي الاهلي. اوتسايد لسبورتنج، 9 ثواني على انتهاء زمن الهجمه ودقيقتين 48 ثانيه على انتهاء زمن احداث الكوارتر الثالث. 51 الاهلي 68 سبورتنج. اوتسايد لسبورتنج، جينا حازم سلمت لمونيك ريد تحت الباسكت، واحد على واحد كيك اوت لاسرار ماجد اللي شاطت لكن اير بول على طول تلم. نور علي طلعت تطلع هي بالفص بريك وتبدا الهجمه. نور وهنا خطا شخصي تعترضها جينا حازم بخطا شخصي ورميتين حرتين. ده خطا شخصي على هاله مصطفى اوتسايد، لا رميتين حرتين صح كده، خمس اخطاء شخصيه على نادي سبورتنج وثلاث اخطاء شخصيه على النادي الاهلي. رميتين ليه نور علي طلعت اللي نجحت في تنفيذ ونجاح الرميه الحره الاولى دقيقتين 35 ثانيه والرميه الحره الثانيه نجحت ايضا في التسجيل. روح الكره لاسرار ماجد، لازم الاهلي يضغط، لازم يسيطر على المباراه دفاعيا وهجوميا وعلى السلتين وعلى الريباوند حتى استطيع تضييق الفارق. جينا حازم من نادي سبورتنج، مونيك ريد اللي ماسكاها شاطت مونيك لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول لوكاس، لازم هنا السرعه، السرعه والفص بريك لكن هنا لسه في البطء. وادي الهجمه على طول بثري بوينت من نادين ياسر او من نادين سلعوه ما بتجيش وفص بريك لنادي سبورتنج ما بتنجحش. منار ايهاب في التسجيل على طول تسلم لوكاس لنور علي طلعت. نور وصلت، نور نجحت، نور بمنتريشن حلو. لازم نرجع هنا بسرعه، الرجوع هنا يعني يا جماعه اتنين على واحده ازاي؟
نرجع للسيت بلاي او رجع للسيت بلاي نادي سبورتنج 5-5. مونيك ريد، مونيك ماسكها رنيم جداوي، طلبت السكرين، عدت مونيك، لسه مونيك معاها الكوره، وصلت بالانفيتريشن اتقطعت منها الكوره اللي عملته لوكاس ده. هي اقتنعت، افتكرت ان خلاص الثواني الاخيره، هي حتى بتعتذر بترفع ايديها، يعني هي اعتقدت ان فاضل ثانيتين. يعني احنا عشان بنزعم الملعب فشايفين القصه كويس، هي افتكرت ان فاضل ثانيتين او ثانيه فعشان كده شاطت الكره دي، لكن تتعوض 55-68 لصالح نادي سبورت. لسه ضغط النادي الاهلي، اسرار ماجد لمنار ايهاب، منار لقى الطريق فاضي، طلعت الكيك اوت لمونيك، مونيك لجينا حازم، لاسرار اللي شاطت على الثري بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي سبورت. ثلاث نقاط نادي سبورتن. فريده وائل، لكن كده يعني الكوره تخبط في ايد رنيم جداوي وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتن. دقيقه وثانيتين على انتهاء احداث الكوارتر الثالث 55-71. مان تو مان بيطلب الكابتن علي من لاعباته، وتحذير من كابتن نانسي لرنيم جداوي بعدم الاعتراض. مونيك ريد من سبورتنج، لسه الكرة معاها مونيك لهلا مصطفى اللي لقت نفسها فاضية، بتهوش بتحاول توصل تخطف الكرة كده على طول. لوكاس فاست بريك 4-2، هنخلصها ازاي بالشوطة وتنجح في تسجيل نقطتين. مونيك ريد ضغط هنا النادي الاهلي خاصة على اسرار ماجد، واحدة من اهم مفاتيح اللعب، تخبط الكرة جينا حازم قبل الخمس ثواني في فريده وائل وبتطلع اوت سايد لسبورتنج. ضغط النادي الاهلي، فاضل 35 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، وتغيير في صفوف نادي سبورتنج، هيخرج جينا حلمي وينزل ريم موسى، طبعا تغيير منطقي جدا لنادي سبورتنج. تراجع الاهلي عن الضغط وهيبدأ من نص الملعب. ريم موسى آخر 25 ثانية، ريم لسه معاه الكورة، لسه ريم تاخد السكرين وبتسلم لمونيك ريد، مونيك اللي قررت تخترق ووصلت، لكن هنا في إيه؟ في هنا أوفنسيف فاول على هلا مصطفى اللي اعترضت رنيم جداوي بخطأ شخصي وأوت سايد لصالح النادي الأهلي. 18 ثانية، 57-71 لصالح نادي سبورت. لوكاس ايطالي، لوكاس لسه معاه الكره، لوكاس هتخلص الهجمه ازاي؟ لوكاس خد السكرين من رنيم جداوي، هتخلصها على ثلاثه ولا بنتريشن، سلمت لنور علي، طلعت الشوط 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، لمت فريده وائل اعترضتها هلا مصطفى بخطا شخصي ورميتين حرتين وخطا فني على الكابتن حورس، تكنيكال فاول برميه وحيازه، كده ثلاث رميات حره وخطا شخصي على هلا مصطفى اللي اصبح عندها ثلاث اخطاء شخصيه في احداث هذه المباراه. ثلاث رميات حره للنادي الاهلي على التنفيذ نادين سلعوه. نادين ايربول اولى الكرات، يعني هارد لك يا نادين، هارد لك يا نادين. وادي رميتين الحرتين، لنادين ما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الثانيه، الاخطاء يعني الفاول شوتين اسهل مهاره في المباراه، ثانيتين وجزئين من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. هلا مصطفى تلم وخلاص هتاتي معاها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم نادي سبورتنج 71 على النادي الاهلي 57. دقيقتين هي زمن راحه المقرره ونرجع لحضراتكم بعد الراحه.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين في نهايه الكوارتر الرابع واحداثه الاخيره والفصل الاخير في كاس السوبر سيدات الثاني في تاريخ كره السله النسائيه في كلاسيكو كره السله النسائيه ايضا ما بين الاهلي وسبورتنج. 71 سبورتنج 57 الاهلي والحيازه اهلاويه ايتالي لوكاس رنيم جداوي نادين سلعوه نور علي طلعت فريده وائل ده خماسي النادي الاهلي. لوكاس وافتتاح اولى النقاط ما بتنجحش في التسجيل وتوصل على طول على السكند شوت عشان تقص شريط افتتاح الكورت الرابع فريده وائل بنقطتين. مونيك ريد وصل لوحدها خالص معهاش حد وتنجح على طول في معادله النتيجه توسع الفارق الى 12 14 نقطه. فريده وائل تاخد سكرين لنور علي طلعت يتلي لوكاس لوكاس والبنتريشن لوكاس من البيز لاين تاخد الفاول من منار ايهاب ورميتين حرتين ياتوا معه. لوكاس 20 نقطه في احداث الكوارتر في احداث المباراه اوتسايد لصالح النادي الاهلي عفوا انا قلت تو شوتس لكن هي اوتسايد. ايتالي لوكاس طلعت الكوره نور علي طلعت الشوت 3 بوينت لسه بدري على الكلام ده لازم نخلص الانسايد الاول. وادي قطعت وعم عدلت على طول وسلمت على الفاست بريك لنادي رنيم جداوي ونقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. مونيك ريد لازم حد يضغط عليها من نص الملعب. سلمت لريم موسى ريم 61 73 12 نقطة فارق لصالح نادي سبورتنج. هل هيحصل الكامباك؟ إن شاء الله يحصل الكامباك لصالح النادي الأهلي. مونيك ريد لمنار إيهاب مونيك نضغط عليها لازم نضغط عليها نور آخر أربع ثواني في الـ 24 ثانية شاطت مونيك إير بول هنا الريباوند وصل للنادي الأهلي نادين سلعوة بالباص يا نادين تتخطفت منها وبتروح لمنار إيهاب وبتنجح في تسجيل نقطتين نقطتين لسبورتنج يعني كان افضل انها من غير الدريبل تسلم على طول بالباص. لوكاس وميديام لوكاس شاطت ما نجحتش في التسجيل لسه الكره عند النادي سبورتنج لبساتها باصه حلوه قوي اسرار ماجد وطلعت الفاست بريك لمنار ايهاب وبتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي سبورتنج. فريده وائل قررت تخترق طلعت للوكاس اللي هوشت وحاول تخترق مره ثانيه هتسلم لفريده لكن بص كده اي حاجه من ورا الظهر ما بتلحقهاش فريده وائل واوت سايد لصالح نادي سبورت. ريم موسى كره مع نادي سبورتنج لاسرار ما لا لسه مع الكره معاه ريم اللي وقفت وشاطت ما نجحتش في التسجيل رنيم جداوي على طول بتلم وبتطلع بالفاص بريك نجرق نقول بالباص احسن بلاش دريبل كتير. سلعوه لنور علي طلعت هوشت وصلت سلمت لرنيم جداوي حلوه قوي وتنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. ريم موسى ماسكه الملعب معها ايتالي لوكاس لمنار ايهاب منار قررت تخترق وصلت فعلا نجحت في تسجيل يعني باسكت سهل قوي لازم الاهلي يضغط اقوى من كده لازم دفاعاته تبقى اشرس من كده. سلعوه قررت تخترق وترد سريعا وتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. ريم موسى وادي فريده وائل بتحاول تقطع لكن توصل لمونيك ريد راحت مونيك ريد لكن ما بترجعش في التسجيل تلم تاني فين الريباوند يا جماعه فين الريباوند يا جماعه فين الناس اللي بترجع؟ تغيير في صفوف نادي سبورتنج خرجت مونيك ريد ونزلت نادين ياسر. مونيك ريد فاولين وارتكبت فاولين حتى هذه اللحظات و10 نقاط نجحت في تسجيلهم. ايتالي لوكاس بصة كده اي حاجه لكن تلحق فريده وائل فريده والارتكازات طلع الكيك اوت ليه؟ فريده تاني لكن تخطف في السكه على طول وتجري في فاست بريك منار ايهاب وتنجح في تسجيل نقطتين. تايم اوت على طول يطلبه كابتن علي هاشم لتعديل صفوفه 65 الاهلي 83 سبورتو. تايم اوت نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم. Thank you.
تاني للفلاش، فلاش للاخر، وبص تحت ومشي الكره بسرعه. حاجه ما حدش يحط الكره عشان هو بجد بيفتكرهم بيجري لحد الاخر لو في ثانيه. تايم اوت اللي طلبه الكابتن علي هاشم، خماسي الاهلي يتيالي لوكاس، نادين سلعوه، فريده وائل، رنيم جداوي، نور علي طلعت، اما خماسي نادي سبورتنج، نادين ياسر، هاجر عامر، اسرار ماجد، منار ايهاب، وريم موسى. كره اهلاويه في حيازه النادي الاهلي، لوكاس تمسك الملعب، 6 دقائق 30 ثانيه على انتهاء احداث الكوره الرابع والمباراه. لوكاس ليه فريده وائل، لسه معاها الكره فريده، سلمت رنيم الجداوي، الناحيه الثانيه على طول ليه سلعوي للوكاس، الشوت 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط، 68 83 لصالح نادي السبورت. ريم موسى عدي بملعبها لهاجر عامر، ضغط عليها رنيم جداوي، تسلم ليه ريم موسى مره ثانيه، تاخد السكرين منها والبيك اند رول، لكن قررت تخترق، تسلم لنادين ياسر اللي بتحاول تباصي لكن تسيطر على كرتها في الثواني الاخيره، وتنجح في تسجيل 3 نقاط واستعمال اللوحه، وتسجل 3 نقاط لصالح نادي سبورتنج. نادين سلعوه 68 86 لصالح سبورتنج. فريده وائل اللي وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تحاول معاها رنيم جداوي لكن كرة تقع منها وتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورت. اوت سايد سكندري ريم موسى، 5 دقائق 25 ثانية على انتهاء احداث الكرة الرابعة والمباراة. هاجر عامر اللي لقت نفسها الشاطية فاضية لكن بتشوط 3 بوينت وما بتنجحش في التسجيل. نادين سلعوة تلم وتقف وتشوط لكن بعيدة قوي، تنجح هاجر عامر في الديفنسيف ريباوند وتسلم له لريم موسى. ريم بتحاول تعدي، عدت فعلا، سلمت لمنار ايهاب اللي بتجري على الفاست بريك وبتوصل لكن ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول كده وتخبط في ايديها فريده وائل وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. هاجر عامر من سبورتنج استلمت الكوره، سلمت لمنار ايهاب، منار لسه، منار اختراقات، منار بصت لنادين ياسر لكن نادين ياسر ما فهمتش الكره وبتطلع اوت سايد تاتش بول على نادين ياسر. اوت سايد اهلاوي، ضغط نادي سبورتنج، ايتالي لوكاس تطلع بالملعب، لوكاس معاها ريم موسى، لوكاس لسه الكره محتفظه بيها، سلمت ليه فريده وائل على 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط. فريده وائل، فريده اللي نجحت في تسجيل 3 نقاط، 15 نقطه فارق لصالح سبورتنج، 4 دقائق لسه في وقت. هاجر عامر ليه نادين ياسر، لمنار ايهاب، لا الطريق فاضي، وصلت راحت يعني بمنتهى السهوله جدا، محدش مقابل، تنجح في تسجيل نقطتين. وادي باصه لكن تسيطر عليها نور علي طلعت اللي اخترقت لكن بترتكب معاها خطا شخصي، اللاعبه رقم 4 منار ايهاب ورميتين حرتين لنور علي طلعت. نور على تنفيذ الرميه الحره الاولى ما نجحتش في التسجيل، منار ايهاب تاني الاخطاء الشخصيه. وادي نور علي تنجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه. ريم موسى تجري بملعبها على طول، هاجر عامر لكن ارتكب معها خطا شخصي من قبل فريده وائل رقم 14، فريده تاني خطا شخصي عليها، عندها خطأين شخصيين واوت سايد لنادي سبورتنج. هتطلع اسرار، اسرار لريم موسى، ريم بتاخد السكرين وبتسلم لكن تقطع في السكه فريده وائل وتجري على الفاست بريك،
فريده واحد على واحد وصلت لكن نجحت في انها تاخد خطا شخصي كان نفسي في الكاونت والاند وان الكاونت والاند وان لكن خطا شخصي على ريم موسى خطا الشخصي الثالث على ريم فريده وائل 8 نقاط احرزتهم في احداث هذه المباراه 3 دقائق 57 ثانية 88-72 فريدة وائل على تنفيذ الرمية الحرة الأولى لم تنجح في التسجيل الرمية الحرة الأولى فريدة وائل أيضا على تنفيذ الرمية الحرة الثانية نجحت في التسجيل ريم موسى من سبورتنج 3 دقائق 55 ثانية أعزائي المشاهدين على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة ريم موسى لسه الكرة معاها ريم بيسلمت نادين ياسر اوبن شوت على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل رنيم جداوي على طول بتلم الريباوند وبتطلع بالفاست بريك لنور علي طلعت وبتوصل وبتنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي اسرار ماجد من نادي سبورتنج 74-88 اسرار معاه فريده وائل سلم لريم علي ريم موسى تحت الباسكت هاجر عامر لفت راحت ايربول لمت على طول فريده وائل بالباص يا فريده فعلا طلعت بالباص جرت على طول نور علي طلع نور للوكاس لوكاس هوشت على 3 بوينت لوكاس لوكاس اون فاير بتسجل 3 نقاط انت للوكاس لكن كابتن عمرو زاهد بيقول انها اتحسبت باثنين فقط لانها لمسه اللاين تايم اوت اللي تطلبه كابتن حورس المدير الفني لنادي سبورتين نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مرة تانية اسم رنيم نورة لوكاس خلاص فريدة وائل السرعاوي خلاص مش 10 بوينت دلوقتي هروح الناحية دي عايز استجر سكرين هنا لوكاس لعبت ما لعبتش باص السايد ده الراجل ده ينزل في الكورنر الراجل ده هيلعب 1 و 1 خلاص بتكون مان جيم مع الديفوت اللي جوه مع الديفوت اللي جوه فريده وائل انت عارف الفرص الاول هتلعب 1 و 1 اوكي لوكاس استاجر هنا تمام تايم اوت اللي طلبه كابتن حورس ونرجع للمباراه مره ثانيه والحيازه لنادي سبورتنج كاس السوبر المصري ما بين سبورتنج والاهلي او الاهلي وسبورتنج ضغط النادي الاهلي ليس امامه سوى الضغط اوتسايد كابتن نانسي قالت سبورتنج ثم رجعت قالت الاهلي كابتن عمرو زاهد حسم الموضوع وقال خلاص سبورتنج ضغط النادي الاهلي ريم موسى من سبورتنج لسه معاه الكوره ضغط عليها نادين سلعاوة ريم سلمت لهاجر عامر خدت سكرينات لنادين ياسر نادين من سبورتنج لاسرار ماجد اسرار لسه معاك كرة اسرار عدت معاها رنيم جداوة قطعت لها نادين ياسر سهلة قوي لكن الكرة ما جاتش حاول تلحق لوكاس لكن اوت سايد على النادي الاهلي جدد زمن الهجمة 14 ثانية تغيير في صفوف السبورتنج هلا مصطفى هتنزل تخرج نادين ياسر من سبورتنج اوتسايد لسبورتنج دقيقتين 41 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة هلا مصطفى في اول استلام ليها بعد النزول لاسرار ماجد لكن هنا خطا شخصي على فريدة وائل من النادي الاهلي خطا شخصي على فريدة وائل اوتسايد لصالح النادي الاهلي عفوا صالح نادي سبورتنج استلمت ريم موسى خد السكرين حاول تعدي على مصطفى لكن تقطع في السكه نور علي طلعت و يعني هو في اعتراض كده يعني كابتن نانسي ايمن تدي
لكره الاهلي وبعدين ترجع للسبورتنج والعكس. لكن خلاص هي حسمت قرارها بان كره للسبورتنج اخر 5 ثواني في ال 24 ثانيه. منار ايهاب تشوط على 3 بوينت لكن اير بول على طول تروح الكره لصالح النادي الاهلي. ايطالي لوكاس هتستلم تبدا الهجمه لوكاس في دقيقتين و20 ثانيه على انتهاء زمن احداث الكوارتر الرابع والمباراه. فريده وائل عدت فريده مستنيه لوكاس. لوكاس استلمت فعلا معاها ووصلت وشاطت لكن بتعمل لها بلوك تلم على طول هاجر عامر فص بريك على طول لمنار ايهاب 3-2. وصلت منار بشمالها منار اوت سايد على منار اوت سايد على نت سبورتنج. فريده وائل لازم هنا السرعه شويه 77-88 لصالح نادي سبورتنج. فريده وائل عدت فريده بنتريشن فريده وصلت طلعت الكيك اوت تعرف السكه منار وتعمل الستيل وفص بريك من نادي سبورتنج 2-1. منار ايهاب بشمالها تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورتنج. سلعوه تستلم تطلع هي بالملعب نادي سلعوه للوكاس لكن هنا كابتن عمرو زاهد قال ايه؟ قال مخالفه المشي بالكره على لوكاس. ووكينج او ترافلينج على لوكاس. تغيير في صفوف نادي سبورتن خرجت هاجر عامر ونزلت مونيك ريد. ريم موسى عدت وسلمت لمونيك ريد ليه؟ لكن تعمل ستيل وهنا ان سبورتسمان لايك فاول على هلا مصطفى اللي اعترضت رنيم جداوي بخطا شخصي وان سبورتسمان لايك فاول ورميتين وحيازه لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي على التنفيذ رميتين الحرتين في اخر دقيقه 21 ثانيه على انتهاء زمن احداث الفتره الرابعه والكورت الرابع والمباراه. رنيم جداوي تنجح في تنفيذ الرميه الحره الاولى. ونجحت ايضا رنيم في تنفيذ تسجيل الرميه الحره الثانيه والحيازه اهلاويه 79-90 دقيقه 21 ثانيه على انتهاء احداث الكوره الرابعه والمباراه. رنيم جداوي استلمت دور على لوكاس سلمت لوكاس. لوكاس اللي عايزه تشوط او 3 بوينت لسه الكوره معاها لنور علي طلعت نادي الاول لوحدها لنور نور على اوبن شوت 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول فريده وائل على السكند شوت وتحاول لكن ما تجيش. رنيم جداوي تنجح في السكند شوت انها تجيب لا ما تجيبش لكن ارتكب معها خطا شخصي ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. خطا شخصي على اسرار ماجد خطا الشخصي الثالث على اسرار ورنيم جداوي على التنفيذ. رنيم 16 نقطه استطاعت تسجيلهم في احداث هذه المباراه ودي النقطه ال 17. رنيم جداوي سجلت الرميه الحره الاولى ونجحت في تسجيل الرميه الحره الثانيه. دقيقه الفرق الى 8 نقاط ممكن نشوف الريمونتادا ممكن نشوف الريمونتادا ليه لا كل شيء في عالم كره السله جاهز. لكن ريم موسى سلمت لهلا مصطفى اللي فاضيه سلمت لمونيك ريد. مونيك 50 ثانيه خطا شخصي على نور علي طلعت باوت سايد على النادي الاهلي. اوتسايد لسبورتنج ريم موسى استلمت خدت السكرين لسه الاهلي معاه دفاعاتها قويه. هلا مصطفى اللي وصلت ونجحت في تسجيل نقطتين 40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ايطالي لوكاس لوكاس لسه الكره مع لوكاس خدت السكرين عدت لوكاس سلم رنيم جداوي تحت الباسكت ومعاه مونيك ريد السيمي هوك من رنيم على السكند شوت المره الثانيه تنجح في تسجيل نقطتين. مونيك ريد هتطلع الاوت 25 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. 9 نقاط فارق وخطا شخصي على رنيم جداوي او عفوا على نادين سلعوه خطا شخصي على نادين سلعوه. 22 ثانيه على انتهاء زمن المباراه 83 الاهلي 92 سبورتنج رميتين حرتين لريم موسى. روح روح روح.
ريم موسى على تنفيذ الرميه الحره الاولى ما بتنجحش في التسجيل، تظل النتيجه كما هي 22 ثانيه، 9 نقاط فارق لصالح سبورتنج. وادي الرميه الحره الثانيه، ريم موسى تنجح في التسجيل، توسع الفارق ل 10 نقاط. استلم رنيم جداوي، عدت رنيم لنديل سلعوة، عوة واختراقاتها وصلت، ضيقت الفرق الى 8 نقاط، 14 ثانية على زمن الهجمة، على زمن المباراة. هنا الاوتسايد مين؟ هنا الاوتسايد اهلاوي بعد ما طلعت هالة مصطفى، 8 نقاط فارق، 13 ثانية على انتهاء زمن احداث الكوارت الرابع والمباراة. سيطرت على طول رنيم جداوي اللي ادت للوكاس شاطة 3 بوينت، لمت على طول فريده اللي ما بتن... حظها وحش ما بتنجحش في تسجيل نقطتين، لوكاس اللي وقفت شاطت ما نجحتش في التسجيل، وتاتي معها انتهاء احداث الفتره الرابعه والكورت الرابع والمباراه بفوز نادي سبورتنج 93-85. مبروك نادي سبورتنج، هارد لك لبناتنا بنات النادي الاهلي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه والمشاهده، كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، والى الاستوديو والزميل العزيز هيثم السعيد وضيوف الكرام، اليكم المايكروفون.